قادر على تدمير دولة بحجم فرنسا أو أكبر الولايات الأمريكية وتحويلها إلى أرض يابان لا حياة فيها لمئات السنين. يصل إلى أي نقطة على سطح الكوكب أخطر أسلحة كيم جونغ أون الذي صمم كخيار انتحاري ينذر بفناء الجنس البشري إذا فكر أحد بغزو كوريا الشمالية. إنه الشيطان الشمالي واسونغ 17، صاروخ باليستي عابر للقارات تم الكشف عنه لأول مرة في 10 أكتوبر 2020 بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي، وتم اختباره مرتين في فبراير ومارس 2022. القدرة التدميرية تبلغ حمولته التفجيرية القصوى 6600 كيلوغرام موزعة على رأس حربي واحد أو ما يصل إلى 11 رأساً حربياً متنوعاً كالرؤوس الحرارية والنووية والهيدروجينية. يستطيع إطلاق كل رأس حربي على هدف محدد أو إطلاق كل حمولته من الرؤوس على ذات الهدف بشكل متتابع، ما يعني قدرته على إفناء أكثر من 10 مدن في دولة واحدة بضربة واحدة دون أن تشعر تلك الدولة بالخطر قبل فوات الأوان. تصميم الهيكل يبلغ طول الشيطان الشمالي واسونغ 17 26 متراً وقطره 2.9 متر ووزنه نحو 100 طن، محمول على منصة إطلاق مثبتة على عربة ب11 محوراً مدولباً تستطيع السير بسرعة 55 كيلومتراً في الساعة لمدة 40 ساعة دون التزود بالوقود. يعمل هواسونغ 17 ب6 محركات دفع مزودة بالوقود السائل، 2 منها يتكفلان بالإطلاق والأربعة الباقية تعمل بالتتابع لتحقيق السرعة والمدى المطلوب خلال الرحلة باتجاه الهدف. قدرات استثنائية. المفاجأة في هواسونغ 17 هي سرعته التي تتجاوز 12 ماخ أي أكثر من 15,000 كيلومتر في الساعة، ويمكنه الصعود إلى ارتفاع 140 كيلومتر. أما المدى التشغيلي الذي يثير رعب أعداء كوريا فهو 18,000 كيلومتر أي نصف محيط الكرة الأرضية تقريباً. خلال إطلاقه التجريبي الثاني في مارس 2022 أكد الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ أون أن هواسونغ 17 رمز لقوة جوتشي وثمار الاعتماد على الذات، تم استكماله كوسيلة ردع وسلاح نووي موثوق به للقوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. فهل تجرؤ أمريكا على التهديد بغزو كوريا بعد الإعلان عن هواسونغ 17؟ وماذا في جعبة كيم جونغ أون بعد؟